اهلا بكل متابعين تلفزيون اليوم السابع. هذه التغطيه خصصناها حول جهود ودور الاجهزه الامنيه في الوزارات ومختلف قطاعاتها، وتحديدا القطاعات الامنيه اللي نظمت الحقيقه الكثير من الوقائع الخاصه بمجالات مكافحه الجريمه بكافه انواعها وازاله اسبابها، وبالتاكيد النتيجه كانت الاستقرار النظام وتحقيق المصلحه العامه. الحقيقه انه اعتمدت سياسه وزاره الداخليه على شعار دايما جاهزين بالاستعداد الدائم والسريع في التوصل للمتهمين والقبض عليهم في اسرع وقت، ودائما يعني بتكون 48 ساعه بالمناسبه كافيه بالنسبه لرجال الامن في وزاره الداخليه لفك خيوط وتفاصيل اكبر القضايا الجنائيه، يعني مهما كانت حده وقوه القضيه وصعوبتها، ومهما وصل لدرجة حرص المتهم على الهروب من قبضة رجال الأمن، فإنه رجال المباحث يعني بيثبتوا قدرتهم في فك شفرات أي جريمة جنائية مهما كانت زي ما قلت في مدة لا تتعدى ل 48 ساعة. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم أكثر أربع جرائم أثارت الرأي العام في الشارع المصري يمكن خلال الفترة الماضية، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على المتهمين خلال أقل من 48 ساعة. كانت عملية القبض على المتهمين باختطاف الطفل زياد البحيري، ويمكن دي آخر قضية هزت كل السوشيال ميديا، وأكيد كل اللي بيسمعوني يعني تابعوها وتابعوا تفاصيلها. يمكن دي كانت آخر سلسلة نجاحات وزارة الداخلية في الوصول للمتهمين وتحديد هويتهم والقبض عليهم. مع تداول مقطع فيديو لعملية خطف الطفل في المحلة الكبرى، طبعا الفيديو ده سجلته كاميرات المراقبة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بهذه الواقعة. تمكنت بالفعل الأجهزة الأمنية من كشف غموض الجريمة في أقل من 24 ساعة، قبضوا على المتهمين وحرروا الطفل وأعادوه سالم لأسرته. يمكن الاحتفالات حتى الآن في بيت الطفل زياد لم تتوقف. أشارت وزارة الداخلية إلى أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم إبلاغه للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية بقيام ثلاث أشخاص استقلوا سيارة ملاكي خطفوا واحد من الأطفال في حال مكانهم متواجد برفقة والدته أمام منزله في يعني المنطقة كانت دائرة قسم شرطة ثاني المحلة، وتم تشكيل طبعا فريق بحث كامل برئاسة قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام ومشاركة قطاعات الوزارات المعنية. الجهود دي كلها أسفرت طبعا في الاستعانة بالتقنيات الحديثة زي ما قلت في أول الكلام، وجمع معلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم طبعا من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها يعني مبلغ أصلا بسرقتها بكفر الشيخ في توقيت قبل كده يعني سابق، وكان في وقعة خطف طفل برضو بالمناسبة كانت مستخدمة أيضا هذه السيارة المبلغ بسرقتها في وقعة خطف طفل. الجناه دول خططوا لسرقتها واستخدامها في ارتكاب حوادث وبعد كده بيتخلوا عنها. بالمناسبه كمان كان في اشعال نيران فيها بعد الحادث، يعني محاوله ان هم يخفوا ملابسات القضيه. يعني الجهود صارت كمان عن تحديد المتهمين، مكان اخفائهم كمان للطفل في احد المنازل في احدى المناطق الزراعيه يمكن لمدينه او في مدينه المحل. بعد تقنين الاجراءات تم توجيه عده ماموريات متزامنه، وتمكن يعني تمكنوا افراد الامن من ضبط افراد التشكيل العصابي ده، كان معاهم بندقيات اليه طبعا، كان في محافظه على سلامه الطفل وتحريره وارجاعه سالم لاهله، ويمكن بسؤال احد مرتكبين هذه الواقعه اقر فعلا بارتكاب هذه الجريمه. يعني كانت حجته ان هو عنده علم ان ولد الطفل تاجر مواد غذائيه، اعتقد انه صاحب ثروه كبيره، ده خلاه يتفق مع اخرين عشان يرتكب واقعه خطف الطفل وابتزازه وابتزاز والده للحصول على مبلغ ماليه. بالتاكيد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه، وبنستمر كمان في متابعه التفاصيل والقانون يعني هيتعامل ازاي مع هؤلاء الجناه. طيب ايضا تم القبض على المتهمين باختطاف هذا الطفل، طفل المحلة زياد، يمكن ضمن سلسله طويله من نجاحات وزاره الداخليه في كشف غموض الجرائم في الفتره الاخيره، من بينها القبض على المتهمين بالاستيلاء على اموال عملاء بعض البنوك طرق احتياليه. برضه خلال 48 ساعه تم ضبط التشكيليين، التشكيل العصابي اللي استولى على اكثر يمكن من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين. اللي حصل سريعا في هذه برضه المساله، تلقى قسم باحث مكافحه جرائم الاموال العامه في مديريه امن القاهره بلاغ بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب
مقبول بيتصل عليهم وبيدعي ان هو بيشتغل في احد البنوك اللي هم بينتسبوا ليها، وان هم يعني عندهم استحقاق لمبالغ ماليه كجوائز اثر سحب عشوائي، وبيحصلوا منه على بياناتهم الشخصيه، الحسابات الخاصه بيهم، لو في كلمات مرور معينه خاصه بيهم بيستغلوا هذه البيانات في اجراء عمليات سحب مبالغ ماليه من حساباتهم الشخصيه. طبعا على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهودهم برضو باستخدام وسائل التقنيه الحديثه وتتبع حركه الارصده، ان هم يعني كمان يعرفوا المناطق الجغرافيه للارقام المستخدمه في هذه البلاغات، انه وراء ارتكاب هذا النشاط الاجرامي تشكيل عصابي ايضا مكون من 5 اشخاص، الاثنين منهم معلومات جنائيه سابقه. طيب ايضا في اطار حرص وزاره الداخليه على الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم، وحال تواجد قوات من مديريه امن القاهره يعني في تامين بدائره قسم البساتين، استغاث بهم احد المواطنين بقيام 3 اشخاص بمحاوله خطفه وسرقته بالاكراه، وكانوا مستقلين سياره ميكروباص بدون لوحات ومستخدمين اسلحه ناريه وبيضاء، واللي حدث انه تم اصابه هذا الشخص بجرح قطعي فروه الراس نتيجة ضربه يعني أحد الأسلحة البيضاء من أحد المتهمين. القوات الأمنية طردت السيارة على الطريق الدائري، وأحد أفراد العصابة ابتدى يطلق النيران على قوات الشرطة، فقامت القوات بمدالاتهم بإطلاق النيران، ده طبعا نتج عنه مصرع قائد السيارة وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي وفرار أحد المتهمين وبحوزته طبعا أسلحة أيضا. تم ضبط طبعا المتهم المصاب وبحوزته سلاح ابيض مستخدم في يعني اصابات المجني عليه، وحال مبادله المتهمين اطلاق النيران اصيبت احدى السيدات حال استقلالها السياره، تصادف طبعا مرورها في مكان الواقع، لكن بكل اسف يعني صابها بعض ممكن يكون اطلاق النيران صاب هذه السيده، وبالتاكيد بيتم اتخاذ وتم حتى اتخاذ كل الاجراءات القانونيه حيال هؤلاء. ايضا من بين الجرائم اللي تمكنت الاجهزه الامنيه من كشف غموضها خلال برضه 48 ساعه وده وقت قليل جدا، هي جريمه قتل فتاه المول في البحيره، واللي تمكنت الاجهزه الامنيه في وزاره الداخليه بالتنسيق مع ضباط مديريه امن البحيره من القبض على المتهمين بقتل نجلاء نعمه الله فتاه كفر الدوار دي داخل عياده عيون، وكنا اتكلمنا كتير عن هذه الواقعه لانها هزت ايضا الراي العام. كانت العياده دي في مول شهير في محافظه البحيره. تحريات اشارت الى ان الاجهزه الامنيه قامت بفحص اكثر من 12 شخص من المشتبه فيهم من المناطق المجاوره لمكان الحادث، وتم تفريغ الكاميرات المراقبه في الطرقات الموجوده في المول، بالاضافه لفحص المترددين على العياده اللي بتعمل فيها المجني عليها. والتحريات الاخيره اشارت انه مقطع فيديو مدته 130 ثانيه وثق هذه اللحظات، لحظه قتل الضحيه وهروب المتهمين من مكان الحادث، وانه وراء ارتكاب هذه الواقعه 3 متهمين من بينهم صديقه مقربه للمجني عليها قاموا بخنق وطعن الفتاة وفروا هاربين. طبعا بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكانت أسبابهم أسباب وحية وأسباب دنيوية يعني سخيفة يعني. طيب دي كانت ضمن الواقعة الفترة الأخيرة، وفقط اللي كانت يعني الأجهزة الداخلية عريصة جدا أنها تظهر المتهمين وتعاقبهم، و يعني في أقل من 48 ساعة كل الوقائع تقريبا، احنا بنتكلم في 48 ساعة مش أكثر من كده. شكرا لمتابعة حضراتكم، انتظرونا في المزيد من تلفزيون روم السابع، إلى اللقاء.